بسم الله الرحمن الرحيم. الآن في محاضرتنا يا شباب راح نحكي عن التايمرز. أوكي. الآن يا شباب المايكرو كنترولر 16F873A فعليا يا شباب في 3 تايمرز، اللي هو تايمر 0 وتايمر 1 وتايمر 2. الآن يا شباب ما نحكي عن هذول ال 3 تايمرز. زي ما شفتوا احنا في المايكرو كنترولر السابق، أوكي، المايكرو كنترولر السابق كان فيه فقط تايمر واحد اللي هو تايمر 0. الان هذا المايكرو كنترولر اللي هو 16F873A فيه 3 تايمرز كاونت 3 كاونترز تايمرز، اوكي 3 تايمرز اللي هو تايمر 0 تايمر 1 وتايمر 2. الان بدنا نحكي عن هذول الثلاث ونشوف شو الفرق بيناتهم ونشوف شو الميزات الموجودات بتايمر 1 وتايمر 2. احنا الشباب حكينا سابقا عن تايمر 0، تايمر 0 الموجود بالميك مايكرو كنترولر 16F84A، وهذا التايمر 0 كان عبارة عن 8-bit تايمر، اوكي 8-bit تايمر. فالان خلينا هيك نطلع عليه بشكل سريع قبل ما نبدا نحكي عن باقي التايمرز اللي هو تايمر 1 وتايمر 2. لان تايمر 0 اللي حكينا عنه سابقا، اوكي، بشبه تايمر 0 اللي موجود بالمايكرو كنترولر هذا اللي هو المايكرو كنترولر 16F873A، اوكي، يعني بيشتغل نفس الطريقه. طيب خلينا الان نحكي عنه بشكل سريع. تايمر 0 يا شباب هو عباره عن 8 بت كاونتر او 8 بت تايمر. الان هذا التايمر، اوكي، بيشتغل حسب التالي. شوفوا يا شباب، الان التايمر هذا ممكن يكون الكلوك سورس تاعه ممكن يجي من مصدرين، اما الانترنال انستركشن كلوك سايكل او من اكسترنال انبوت، اوكي. فبالتالي هذا التايمر راح يعد وينتقل من ستيت لستيت، اوكي، عن طريق او من خلال تو سورس، اما من خلال الانترنال انستركشن سايكل اللي هو عباره عن ايش، اللي هو عبارة عن الفريكونسي تقسيم 4، هاي بنسميها internal instruction cycle، أو من خلال إيش external input اللي هو عبر port A4 أو time zero clock bin. إذن من خلال bin، أوكي، اسمها timer zero clock، أوكي. الآن T0CS هاي عبارة عن bit رقم 5، اوكي، اللي موجوده بالاوبشن ريجستر، هاي بتحدد لي اللي هو الكلوك سورس سيلكت بت. فبالتالي لو كانت تاي البت اللي هي البت رقم 5 اذا كانت قيمتها صفر، بيكون هذا التايمر بيشتغل على مين؟ على الانترنال انستركشن كلوك، بيشتغل على هاي فريكونسي تقسيم 4. واذا كانت تاي تي سي اس 0 كانت قيمتها 1، بيكون هذا التايمر بيشتغل وبيزيد بالاعتماد على مين؟ على البن تي زيرو كلوك، اوكي. فبالتالي كل ما تيجي هذا البن، كل ما تيجي بلس عليها هذا الكاونتر بيزيد بواحد، بس بشرط تكون تي زيرو سي اس تكون قيمتها واحد، اوكي. النقطه الثانيه شباب اللي من ننتبه لها انه اللي من نشوف اللي هو اللي يعني البري سكيل. وبالتالي هذا التايمر يا شباب ممكن احنا نعمل بري سكيل للانبوت اللي بيجي او للكلوك اللي بتيجي. وبالتالي اذا كانت البي اس اي، اوكي، البي اس اي هاي البت اللي هو البت رقم 3 اذا كانت قيمتها صفر، بالتالي هون بهاي الحاله البري سكيل راح ينعمل له اسايند لتايمر 0، وبالتالي تايمر 0 راح تيجي له الانبوت او الكلوك تاعيته معمولها ايش؟ معمولها بري سكيل. قديش مقدار هذا البري سكيل؟ هذا بيعتمد على البتات 0 و1 و2 اللي موجودات وين؟ بالاوبشن ريجستر. فحسب الكومبينيشن تاعهن وحسب شو هن بالضبط، اوكي، يحدد مقدار البري سكيل لمين؟ لتايمر 0. اوكي، فمثلا لو كان عندنا البري سكيل 0 0 0 بهاي الحاله راح يكون عندنا تايمر 0 ريت من 1 ل 2. 1 ل 2، وبالتالي بهاي الحاله راح نعمل بري سكيل بمقدار 2، وبالتالي معناها الانبوت اللي بتيجيني الكلوك
راح نقسمها على اثنين. اوكي الان بتشوفوا انتم شو البري سكيل المناسب لكم وبناء عليه بتختاروه بتحددوه بتحطوه اوكي بتختاروا ضمن مين الاوبشن ريجستر. طيب هسه السورس اج سيلكت بت اللي موجوده بالاوبشن ريجستر اللي هو بت رقم 4 بتحدد انه الانكريمنت تاعي اوكي بده يكون على الرايزنج ايج او على الفولينج ايج فيما يتعلق بالتي زيرو كلوك بن. فاذا كان واحد قيمه تاعي البت واحد فالانكريمنت راح يصير من هاي تو لو ترانزيشن على مين على الكلوك انبوت البي جيني على تي زيرو كلوك. اذا كانت قيمته صفر هذا البت رقم 4 قيمته صفر بتكون الانكريمنت تاعيتي الانكريمنت للكاونتر اوكي راح تصير على اللو تو هاي ترانزيشن من مين من الانبوت اللي اجتني عبر البن تي زيرو كلوك. اوكي شباب تمام. وبالتالي شباب تايمر 0 اذا هو عباره عن 8 بت تايمر هذا ال 8 بت تايمر بعد من 0 لحديت من 0 لحديت 1111 بالباينري. الآن مباشرة هذا لما يرجع لصفر مرة ثانية مباشرة التي زيرو اي اف فلاج اوكي راح يصير عندنا اوفر فلو فمباشرة تي زيرو اي فلاج راح يصير لها ست يعني راح يصير واحد. الآن كيف بختار انا مين الكلوك اللي بدي يشتغل عليها التايمر زيرو وكيف بدي يشتغل وقيمة البري سكيل هذا كله يحدد من خلال مين؟ من خلال الاوبشن ريجستر يا شباب اوكي اللي موجود بالماكرو كنترولر تاعنا بنحدد طريقة عمل التايمر زيرو. اوكي يعني التايمر زيرو اخذناه وحكينا عنه بالتفصيل. اوكي يا شباب. الان يا شباب الماكرو كنترولر تاعنا اللي هو 16F873A هذه شباب في غير التايمر زيرو في تايمر 1 تايمر 1 اوكي التايمر 1 هذه شباب هو عبارة عن 16 بت تايمر وبالتالي شباب بما انه الـ SFR registers اللي موجودات عندنا هي عبارة عن 8 بت register معناته هذا التايمر له ريجسترين حتى نخزن فيهن قيم تاعاته وبالتالي هذا هذا التايمر اوكي هو عبارة عن او مكون من ريجسترين. الريجستر الاول اسمه تايمر 1 هاي هيو تايمر 1 هاي وموجود على عنوان او على ادرس 0F والثاني الريجستر الثاني اللي بيحدد لي least significant byte اللي هو تايمر 1 لو وهذا موجود على عنوان بالاس اف ار على عنوان 0A وبالتالي اذا ريجستر تايمر 1 هاي وتايمر 1 لو هذول التو ريجسترز اللي هو كل واحد 8 بت بيشكل لي ايش بيشكل لي الريجستر او بيشكل لي التايمر 1 ريجستر وبالتالي راح يكون التايمر 1 الشباب هو عباره عن 16 بت تايمر او كاونتر. اوكي الآن وبالتالي الاثنين مع بعض راح تعدن من 000 لحديت FFFF اللي هو بالديسيمال لحديت 65536. الآن لما يوصل لحديت FFF راح يرجع لوين؟ راح يرجع لصفر وبالتالي بهاي الحالة راح يصير عندنا الانتربت فلاج تايمر 1 اي فلاج اوكي راح تصير ست. يعني هذا التايمر لما يتعبى وبالكلوك اللي وراه يرجع للصفر مره ثانيه فالتايمر 1 اي فلاج شو راح يصير فيها؟ راح تصير 1 وبالتالي اذا احنا عاملين انيبل للتايمر 1 عاملين انيبل للتايمر 1 اي اي الانتربت يعني عاملين انتربت انيبل للتايمر 1 بهاي الحاله راح يصير عندنا انتربت اذا عاملينها enable. اوكي على كل حال اذا زي ما انتم شايفين يا شباب تايمر 1 اوكي هو عباره عن 16 بت وبالتالي هو مكون من ريجسترين ريجستر تايمر 1 هاي وريجستر تايمر 1 لو
التايمر 1 لو في اوكي في ست في 8 بت اوكي الليست، والتايمر 1 هاي في 8 بت الموست. الان هذا الكاونتر في له ريجستر بيتحكم فيه اللي هو تايمر 1 كنترول، هذا في ريجستر. هذا الكاونتر او التايمر موجود له موجود في تايمر، موجود له ريجستر عفوا لهذا التايمر اسمه تايمر 1 كنترول، موجود على عنوان 10 هكسا 10 اتش. هذا بيتحكم يا شباب بهذا الكاونتر. اوكي على كل حال يا شباب بتكون هي خلصت محاضرتنا، ان شاء الله يا شباب المحاضره الجايه بنكمل موضوعنا.